أطلقت مايكروسوفت ويندوز 10 تجريبياً ووصفته بأنه أكثر من مجرد نظام. فريق رقمي يأخذكم في جولة مع النظام الجديد. أولاً نلاحظ عودة قائمة إبدأ التي افتقدناها في نظام ويندوز 8، حيث تم توفير قائمة ذات شكل جذاب في هذه النسخة الجديدة، مع إمكانية التحكم فيها من طرف المستخدم من خلال تكبير الواجهة وتعديل حجم أيقونات التطبيقات والخدمات المدمجة في النظام. كما أصبحت خاصية تغيير حساب المستخدم وإغلاقه أكثر سهولة. ثانياً، ومع نافذة Action Center كما هو الحال في الهواتف الذكية، تمكن هذه الميزة من استقبال آخر إشعارات تطبيقات وتحديثات النظام، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في إعدادات الجهاز كإضاءة الشاشة أو تشغيل وتعطيل الواي فاي وغيرها من الإعدادات الأخرى. ثالثاً، المساعد الصوتي كورتانا، وهي إضافة تمكن المستخدم من توجيه أوامر صوتية للجهاز في البحث وفتح الملفات وغيره، كالتي نستخدمها في خدمة سيري الخاصة بأبل أو جوجل ناو المتواجدة في هواتف أندرويد. إلا أن هذه الخاصية لا تزال بحاجة إلى تطوير أكثر، كما أنها لا تدعم اللغة العربية. رابعاً، تطبيق إكس بوكس. عشاق الألعاب كان لهم نصيب في هذا النظام الجديد، حيث سيمكن مالكي جهاز الألعاب إكس بوكس 1 من بث الألعاب على أجهزتهم بفضل خدمة إكس بوكس لايف. كما أن برنامج دايركت إكس 12 المدمج مع النظام من شأنه أن يرفع أداء الرسوميات على الكمبيوتر من خلال خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق على حد قول مايكروسوفت. خامساً، خاصية كونتينيوم، والتي تمكن الانتقال بسهولة بين التابلت والهواتف، مما سيجعل الأمور تبدو مألوفة للمستخدمين عند التبديل بين الوضعين. سادساً، ميزة تاسك فيو تمكن من التنقل بين النوافذ المفتوحة والتطبيقات بسرعة وسهولة، مع إمكانية إنشاء أكثر من سطح مكتب والتنقل بينهم. وسابعاً، سناب فيو، والتي سوف تتيح للمستخدمين التحكم في نوافذ التطبيقات، حيث أصبح بإمكاننا الآن تحديد أبعاد الشاشة والتحكم بها بسلاسة أكثر. وثامناً، اختارت مايكروسوفت لويندوز 10 أن يكون نظام واحد ومتجر واحد ليأتي لكافة منصات التشغيل المختلفة كالأجهزة المكتبية واللابتوب وأيضاً الهواتف الذكية والتابلت بمختلف المقاسات والأحجام، بالإضافة لمنصة تشغيل الألعاب إكس بوكس. كما أن متجر ويندوز 10 يمكن استخدام تطبيقاته على جميع منصات التشغيل، ففي حالة شراء تطبيق على منصة الكمبيوتر مثلاً ستكون قادراً على تشغيله في الهاتف أو التابلت. وأخيراً، مع متصفح سبارتان الجديد والذي يمزج بين التصميم البسيط والسرعة في الأداء. ويندوز 10 بنسخته التجريبية الحالية من الممكن أن يحتوي على عدة مشاكل وثغرات أمنية وعدم توافق مع بعض البرامج، ومن المرتقب أن تشهد النسخة الرسمية عدة تغييرات وتحسينات. ونحن في رقم تي في ننصح متابعينا باعتماد هذه النسخة كنظام ثانوي بهدف تجربته والتعرف عليه قبل إطلاقه رسميا في الربع الأخير من هذا العام وفقا للتوقعات. وفي الختام، وبعد استعراض أهم مميزات النظام، ماذا أعجبك به؟ وماذا تنتظر من ويندوز 10؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات.